general focus. What's up, everyone? كده نبدأ بس بيكم. أشجعك تشوف الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم لما مخبروش أنا جيت كازا. ما تخبركش حق أنا را يوتيوبر. I know. How did you know that? مخبروش كان. المهم جيت كازا. جينا على روم 21 هذا ديال تيري. وصافي دابا جالسين كناكلو انا وجوج صحابي واحد صديق جديد شوف فيا وانا كنشوف فيه مايك جوج واو بابا اي كدايره ودي ديال لاتشيس طقات تعجب كي دايره كنت فيها دابا ديال الطقات بسم الله ميني بلوك ميني بلوك المهم ها هو الألفت ديالي كم عشتو الألفت ديالي؟ صافي دابا حنا يلا خرجنا من داك روم 21 درتي كتمشاو صافي شحال كان من فاكاس فاكاس سير والدي اش هاي لاباس عليكم درش مش عوراتني كدير مزيانين بخير هانيين البارح شفتوني كنت خارج ولكن كان ما صورت لكم بزاف تما تعرفوا غتعرفوا علاش ينو كازا والليل التليفون الموبايل فون وصافي في الليل كتشوفوا عاوتاني كنا خرجنا رايد مع حبيبي حتى كنضرب في كازا الليل كله يوم نهار جديد كما قلت لكم تشوفوني يلا دوش درت ماي سكين كير روتين نقول لكم شنو درت حيت كما صورت لكم درت خليت وجهي بسيرافي درت نيسيراميد نيسيراميد ولا نيسيراميد كنت خربق و هايرونك اسيد و سان سكرين ديال سيرافي 30 اس بي اف و يبان لكم صوتي مشى هذا اصلا سبب من الاسباب اللي كنصور لكم شفت الطلق حيت كنت مريض ما جيت لكازا رحت من حلقة قلت لك نقدر ناكل قلت لكم نقدر ندير والو اليوم صبحت مزيان شنو صبح فيا صبح فيا الرواح صبحت من نيفي مروح على جات الشرح ما كنلبس شفني دابا انا لابس تعلمت من الدروس ديالي دابا رجعت كنلبس الحوايج حيت الجو ديال كازا ماشي بحال الجو ديال الطنيضة انا كنتعرى بزاف وكدا غير تعرت غير شي شوية ويقول لي ماك المك لابس حوايجك وصافي وديجا اصلا نهار اللي جيت لكازا كان راسي كيحرقني ما في خباركم شنو صرنا انا دابا شي سيمانه مريض غير من راسي كيحرقني بزاف واحد الشقيقه كتشدني مناش الله اعلم كيشرب دوري برام كيقضي فيا ولكن دابا وليت مزيان الحمد لله حيت الحرق ديال الراس جاو الحلاقم حيت الحلاقم جا النيف كنتسنى شنو غادي يجي من بعد الله يحفظ يا ربي حجاب هنايا اول ماي ثينكس بي سي شارجور داكشي كامل عندي واحد الخدمه سو اي نيد تو ورك ديك صافي نتلاقاو سون اسباستابو نقدر نسمعكم بزاف 3 دقائق راه غادي تقطع منا قطع منا الا تجاوز شي 2 دقائق صافي بشار شاد فاك سلام راك صايم المهم الا نزلني دابا الطاكسي حيت ما عارفش الدار تسنى ولد عمي يجي من مورايا صافي خصني نجمع التليفون دابا ايز المهم مشيت فطرت دابا خرجت رجعت للدار خرجت بدلت حوايجي صافي ودابا جيت للمول ديال اريا مول ولا ما عرفتش سميتو تسنى صاحبي يجي ندخل واحد البوتيك تاع البروداكت انا معاكم عرفنا علاش حتى سالات باربي عاد جايبين التيم ديال باربي ديال الكابس وداكشي كامل تبان معايا في اليوتيوب شوف كدا صاحبي بعدا فين غادي تبان بغيت نبين زعما صاحبي فين هو صاحبي السما العليا صاحبي يلا شوف ها هو دا صاحبي شوف الدعس انا دابا بغيت كيف بحال ولد شوف شحال في عمرك انت 21 عام يلا يا انا صاحبي غابر كنت الفليته كيبقى يقلب بين جنابو المهم جالسين كندورو في كورتون صراحه ما فيها والو ما عجبني والو اللي درت فيها الحاجه الوحيده هي درت واحد تشالنج نلوح لكم انستغرام ريل
في المراية في دريسينغ روم او صافي قلت الالفا ساكون سانك ونلقى اونو ديال فليب صافي انا كاين بزاف ديال اونو واش ديك اونو واش بينك اونو ولا هي غير مسكينه صفارت قوة الشمس هذه القديمه صفارت مسكينه قوة الشمس كاينه ديال كارس كاينه ديال بوكيمون صافي ناخذت هذه هاد الفا ساكون ساك صراحه فين ما يتقضى هكا داكشي ديال الكوزين او اللي ماشي تغير داكشي ديال الكارو ايوا حنا ركبنا في طاكسي بيض It's my first time ever كركب في طاكسي بيض في كازا زعما في كازا زعما دوك بحال مول في كركب في طاكسي بيض في فريدا ولا في طنجة المهم جيت دابا لدانكن تقضاو لي دونات كما بقاو لي دونات كني شوية عامرة برا خدينا واحد جوج دونات هاي نسيتكم والله المهم اليوم نهار جديد اليوم فطر عند خالتي اخرى جايز عاود ثاني المهم كنتو دابا في مراكا مول من مراكا مول هادي غادي نشوف شي حاجة شوبينغ and also we're gonna play في مراكا مول جيت انا و my cousins دراري كان سعد الياس حسام وبشار This is my outfit لبس بوتس في الكحل ولبس الجين ديال هذيك المرة صوب بيرشكا وهذا ديال زار صافي بغيت نمشي لبيرشكا ناخذ شي توبس هكا تي سامبل بحال هكا حسب انو لي فسيت ويب ديالهم نشوف اذا كاينين فستك ولا ما كاينينش سو اي حاجة you're gonna to see it in this video مبقاتش الحشمة صافي كاع مبقات الحشمة من ايام قطر مبقاتش الحشمة والله راه سعد يلا سير قال لك العفو يلا بقى لك والو جوج سير يلا سير جبنا هادو ديالي وهادو ديال حسام وسعد عاودنا لعبنا عاوتاني الباسكت كما شفتو شوش حدا دابا جمعنا شوش حال سعد يلا يلا سعد جرب يلا سير طينا نحسك لا لا طينا نحسك طينا اخت فيك الحظ باي اجا شاسع ساكن خليت وتمرقات كان ضريقة
كصيف بيد واحدة ولفت السوكان صافي بيد واحدة واعف حسام الله يخليك العظم انا شايفك دب 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 لا انا فلت وحلته اما مالكم مالكم لا 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 كم جالس كندور دابا في منصه الكتله بالزربه ولقفات الصفافات ديال الدجاج فيهم اربعه جوج كيجيو مسرحين جوج معوجين مع هذيك اللي كتغسلهم ب 29 درهم فاصلة 90 فخدت وحده لي وحده البنت قالت لي حتى هي خاصه هو دابا جالس كندور عندهم زعما شي حاجه زوينه للبنات الدراري ما كاينينش هكا شي حاجه بزاف ناضيين فلفتي وخديت واحد جوج تيشيرتات واحد عادي وواحد السبور سامسونج شو كندير لكم اشهار انا سطري سامسونج فابور بليز سامسونج زوين فاك فاك از كلاب اي يا ما تضرب فاك فاك بلاي وذ بشار جيت ذا باور اي كان سم Spraying like 50 high heels on my tippies. Don't say in the banana dust on my tippies. Got me vitamins, we're alright. Did they keep I skin got the juice, bitch? Buy SP. I, you never see me like Mickey. Stay in your turn lane, bitch. I'm not Iggy. I'm not Diddy. Feel like 50. I said you catch. Do you want me to? Who wanna play with Bashar? Got the power, I can tell my niggas. She's a beast. I call her karma. She eats your heart up like Jeffrey Dahmer. Up. So so red red red. So we can't have that one party. Have that. Rise and shine, mesh marba. 41. كديري لبيت عليكم هانين عمركم صافا اليوم صباح واحد صاد في كازا ما يمكنش تخيلوا 32 درجة الحرارة عرفت ديك الريحة كيدوز من حداكم سخون هو هاد الريح دابا ديال دابا شنو شحال بوكوس الضو زوين هنا تغرب المهم اليوم صايب ليهم بيتزا اللي كنصايبها ديما تعلمت على جينا نصايبها اليوم في الفطور ديك الساعة نوري لكم الفطور كيفاش غادي تشد كنت كنجلس لها تشوفو ماي لابتوب ان اوز ماي ايفريثين صحابيكم كنت كنمونطي لا تا غادي نرجع عاد نقول بدا المونطي معرفتش فاش كان كنعكز على المونطاج صافي وصلت واحد المرحلة دابا خصني نقلب على شي اديتر اللي بقى اديت لي الفيديوهات او صافي انا غير بقى نفيلمي ويبدا اديت صافي وانا باقي ما تشارتش تمام زعما راسك كنت مونطي قالك شي اديتر نوض نصرف نصرف قصدك ومرة فطور معاش واش غادي نخرج ولا لا كنا في كورس ما غادي نخرج من طيا عشان تا سينجل داي باش نخرج guys again المهم دابا مرة فطور خرجت المعارف اللون بغيت ناخد شي حاجة دابا جات الزهرة كيف المعارف سو اليوم ما بغيت نخرج صراحة ما لقيت حد اللي يخرج معايا صافا نبغي غير نخرج براسي نسل ليا بحال ديما دابا غادي نضرب لفة تقدرش نزيد تحت الدنيا عمرك 16 اليوم ما كاين حتى شي حاجه والمول مفرقع بزاف دابا على سبب قوالو العيد ناس كياخذوا ما كاينش شي حاجه زوينه سو غنمشي لبرشكا دابا والصهد الصهد اليوم صهد في كازا بزاف يا ربي بقيت في برشكا نفس السروال اللي عندي هذا ديال باش كيف خدتو في قطر في الكحل هاهو صراحة واعر عجبني كيدير 500 درهم معرفتش واش غادي ناخدو ولا لا صراحة راضي حيت انا السراويل ديال الناس مبقاوش كيجيو ناس زوينين المهم هادو هما اللي عجبوني دابا مصابطيني اوفر سايز ديال التانيت اصلا المهم انا غادي نشوف ديك الساعة دخلتو نابليتيكم جيت للدانكين خديت هادي ديال فرامبواز فرست تايم ام غانا تراي ات بزاف
عندي شي خدمه عندي في التليفون وصافي ديك الساعه شوف فينا مشيت الله اعلم.